وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجث له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله؟ فتحير التلاميذ من كلامه. فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: أنحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتاً وإخوة وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولاً مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ 12 أيضاً وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: هنحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم.